يعقد اللقاء النيابي المستقل اجتماعا له في مكتب النائب عماد الحوت للتشاور حول جلسة الأربعاء. التفاصيل مباشرة مع الزميل محمد فرحات. محمد، إذا أهلا بك، ما تفاصيل هذا الاجتماع؟ صحيح لارا، عند الساعة 3 من بعد ظهر هذا اليوم سيستضيف مكتب النائب عماد الحوت هنا في بيروت اللقاء النيابي المستقل، وذلك في الجلسة التي أعطيت كل الأهمية قبل جلسة الأربعاء، وذلك للتشاور حول الموقف النهائي لهذا اللقاء النيابي من جلسة الأربعاء، وإما السير بأحد المرشحين المطروحين على طاولة البحث في هذه الأوقات، أو حتى إمكانية السير بمرشح ثالث بعيد عن المرشحين جهاد أزعور أو سليمان فرنجي. إلى جانب النائب عماد الحوت للحديث أكثر عن لقاء هذا اليوم، سعادتك لقاء مهم جدا، كل العالم منتظر قراركم اليوم، التكتل يبلغ أكثر من 20 نائب صار موجود. هل بالبداية السؤال الذي يطرح نفسه أنه كل العشرين سيكون متفقين على خيار واحد، أم أنه سيكون هناك تعددية بالأراء خلال جلسة الأربعاء؟ لا، خليني أوضح أنه لقاء النيابي المستقل 11 نائب مش 20، واضح انه في اكثر من هيك حيروحوا على خيار مشابه لخيارنا على الارجح. ما حاستبق الاجتماع، لكن نحن منطلقين من نقاط محدده. اولا، ما عندنا فيتو على حدا. اثنين، مش شايفين انه في مصلحه يكون في اصطفافات مضاده، وبالتالي رايحين لجو يبعد عن الاستفزاز. النقطه الثالثه، الاولويه لانجاز الاستحقاق، وغالبا احنا حنروح باتجاه الدفع بخيار ثالث. تكتل الاعتدال الوطني سيكون مشارك بالاجتماع اليوم؟ هو جزء من اللقاء النيابي المستقل طبعا، اضافه الى عدد من النواب المستقل. نائب من نواب بيروت، نائب من صيدا، نائب من طرابلس. نعم، في تنوع. النائب عبد الرحمن البزري اللي حيكون ممثل اليوم، ممثل صيدا بهذا اللقاء، كان التقى ايضا زياد بارود بالامس، وكان في لقاءات بهذا الموضوع، هل عم بحطكم بجو هذا اللقاء؟ نعم طبعا، كل اللقاءات اللي بيعملها اي واحد منا بحط الباقيين بصورته، هو حيكون موجود معنا باللقاء اليوم، وكمان حينقل الصوره. يتم الاعلان اليوم عن قرار النهائي بشان جلسه الاربعاء. اكيد. شكرا لك. اذا لارا، يعني اكيد سيكون اجتماع ذو اهميه كبيره، لانه الاصوات التي يمتلكها لقاء النيابي المستقل في مجلس النواب مهمه جدا، ان كان لاي من الطرفين، او حتى من خلال طرح اسم ثالث ممكن ان يكون موجود على طاوله البحث في مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل، وبالتالي كل السيناريوهات مفتوحه خلال هذه الجلسه بانتظار انتهاء هذا الاجتماع والاعلان الرسمي عن القرار النهائي للتكتل من هنا من مكتب النائب عماد الحوت. شكرا لك محمد.